وجعت اهالي المنطقه على مستشفى من الخطير لاخراج الناس المتوفين لاخراج الطفل. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما حدث في مستشفى ابن الخطيب بالعاصمة بغداد من الممكن أن يتكرر في أي مستشفى آخر في عموم البلاد، وهنا في الموصل تحديدا يعيش الواقع الصحي في أسوأ حالاته، وهو مصاب بفيروس المحاصصة الحزبية التي لم يجد لها هذا الشعب لقاحا حتى يومنا هذا ومنذ عام 2003، والوضع من سيء إلى أسوأ. لا مستشفيات سووها خلف والله على اللجان، بتجي من المستشفى من خارج الحدود لأطباء بلا حدود تتعالج ده ولا هذا. أما تقول الأحزاب كلها مسيطرة الأحزاب عليها، يعني ما يعني حتى حكينا ولا ما حكينا نفس الشيء والله. ولا هذا وضع هذا مال بلد تو طلع من مأسات هاي هيجي جازو الحين مليارات وين عتروح؟ 100 تريليون مليار 50 مليار و 25 مليار وين عتروح؟ والله الشعب ضعيف وتعبان، زاب عيد يتقاسمونها بيناتهم وما حد يحكي، كل من سلطة بيناتهم ما حد يقدر لا يقرأ ولا يكتب، القوي ياكل الضعيف. ليس على حساب الكفاءة أو الخبرة أو المهنية يكون اختيار المنصب، إنما لأي حزب ستكون هذه الدائرة. تقسيم لصالح المصالح الحزبية على حساب الشعب ومعاناته، أما المواطن يقاتل هموم الحياة والأمراض في آن واحد. أصبح للمحاصصة الحزبية حصة في كل دائرة حكومية، لكن الأكثر ضرراً هي الدوائر الخدمية والدوائر الصحية التي هي متعلقة بتيسير أمور المواطن وحياته. حالياً الوضع يتطلب أن تكون هناك خطة لإبعاد المحاصصة وإبعاد الشخصيات الحزبية التي لا تمتلك أي مهنية عن الواقع الصحي. فيروس المحاصصة الحزبية يفتك بالعراقيين كما يفتك الوباء بهم، وهنا في هذه المدينة لا يوجد أي مستشفى أعيد إعمارها بشكل كامل، وحتى ما طالته يد الإعمار كان بدعم المنظمات الدولية. أما المشاريع المطروحة فقد تأخرت حالاتها بسبب الصراعات للاستحواذ عليها، وكل ذلك على حساب الشعب ليس إلا. من الموصل محمود الجماس، قناة التغيير.